بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل الآثار السلبية للانبعاثات الغازية، وهنتكلم على الـ Adverse Impact of Soot, Smoke and Carbon Dioxide. هنتكلم على الآثار السلبية لـ Soot اللي هو الهباب أو السخان، Smoke اللي هي الدخان، والكربون دايوكسيد اللي هو ثاني أكسيد الكربون، ووجودهم بيأثر إزاي على البيئة اللي موجودة عندنا. Soot cause significant human health problem، بيسبب بعض المشاكل الصحية للإنسان وجود الهباب. الهباب ده لو انت قاعد في مكان زي ما شفنا في محاضرة علوم الكون ازاي، انه هي عبارة عن الدخان الاسود او الاتربة السوداء او ذرات التراب الكربون السوداء انت بتشوفها موجودة على الحوائط في الورش، موجودة على الاماكن لو عندك غرفة مغلقة انت بتعمل فيها اي اشعال نار زي ما اتكلمنا قبل كده وشفنا هذا الكلام. السود كونتريبيوت ذا جلوبال وورمنج، بيؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري ايضا. السود ريليز كربونوسياس انتو انفايرمنتال، بيعمل كربانة زي ما انت شايف بعض الشكل اللي قدامنا ده، بعض المنتجات اللي هي بتأثر عندي او متأثرة بوجود السود، بيعمل كربانة لبعض الحاجات اللي موجودة في البيئة عندنا. السود ابسورب سان لايت اند كونفيرت انتو هيت، بيمتص أشعة الشمس وبحولها إلى حرارة، زي كده تلاقي المكان اللي مليان سود تحس إن هو حار أو دافي. لما نيجي السموك الأدفرس إمباكت أوف السموك، الآثار السلبية لوجود الدخان، طبعا السموك إفكت أون لانجز هيرت أيز. أهم حاجة للدخان، أنت لو قاعد في مكان دخان هتلاحظ الآتي، هتلاحظ ضيق في التنفس، هتلاحظ القلب بيتأثر، العين نفسها بتتأثر كمان. السموك كوز الريفيرسابل افكت، بيقولوا اثار انعكاسيه او اثار الريفيرسابل، اثار غير انعكاسيه على الانسان وعلى بعض المكونات او الكائنات اللي ممكن تتاثر بمثل هذا الدخان. السموك كوز بيرمنت تشينج ان اورجن سيستم، بيأثر على السيستم الطبيعي الاورجانيك سيستم اللي موجود عندنا، بيعمل بعض التغيرات الدائمه فيه. السموك كوز كرونيك اوبستركتيف ديزيزز، بيؤثر على بعض الامراض المزمنه عندنا. السموك انجريز سيرفيفيتي اوف ريسبيراتوري ايلنس، يبقى بيأثر على بعض المعاناه لمرضى اللي هي التنفس، الامراض التنفسيه زي امراض الصدر، امراض السل، امراض مثل هذه الامراض، امراض الناس اللي عندها ازمات صدريه. السموك induce chronic irritations of respiratory، زي ما احنا قلنا في النقطة اللي قبل كده انه بيؤدي الى بعض الامراض المزمنة والدائمة زي امراض الصدر والامراض الخاصة بالتنفس، بيبقى من اهم الاثار السلبية للدخان تأثيره على الامراض الخاصة بجهاز التنفس. لما نيجي نتكلم على الـ adverse impact of ثاني اكسيد الكربون اللي هو CO2، اول حاجه CO2 جرين هاوس لذره الاحتباس الحراري زي ما احنا قلنا. الانكريز جرين هاوس افكت، بيزداد تاثيرها. انكريز اتموسفيريك تمبريتشر، بيؤدي الى زياده درجه الحراره، ويمكن العالم بيعاني في الفتره الاخيره نتيجه الصناعات ونتيجه العربيات ونتيجه كل الماشينز اللي بتلوث البيئه من ارتفاع في درجات الحراره، ويمكن ده الشغل الشاغل دلوقتي ازاي نقدر نرجع البيئه الى طبيعتها تاني علشان نحافظ على انه حراره الكون ما تزدادش. ريديوس اوزون لايرز، ثاني اكسيد الكربون بيسبب الى تخفيض سمك طبقه الاوزون. والسي او 2 انكريز انفرا انرجي ان اتموسفيريك، اللي هي اللي زود بعض الطاقات الغير مرغوب فيها في الاتموسفير. زي ما احنا شفنا ان الملوثات اللي موجوده انبعاثات غازيه، شفنا في المعادله بكده السوكس والنوكس، وشفنا الامبيرن داي كاربون، وشفنا سي او سي او 2، والنهارده شفنا التاثيرات السلبيه للسوت والسموك. كل هذه الانبعاثات الغازيه احنا بنشوف هذه الاثار السلبيه علشان نقدر نشوف هاو تو كنترول، هاو تو ريديوس ذيس افكت. ان شاء الله في المحاضرات القادمه نستكمل باقي العناصر واثارها السلبيه.